مام بدها تروح على الحفلة اللي عملتها ألما، وأونستلي أنا مش حابتها تروح. إيه، وإذا راحت شو بيصير يعني؟ باب أنت ما عم تفهم علي، هالحفلات بيكونوا الكل هونيك، بركي ميرا كانت هونيك، ما بدي مام تشوفها وتتوتر وتعصب وتتصرف شي تصرف. ألما مستحيل تعزم ميرا. باب أنت بعد ما بتعرفوا لهالنسوان، بعدين حتى لو ألما ما عزمتها، بركي فلك جبتها معها. هون نسوان ما قالوا لا أعداء ولا أصحاب، مستحيل تفهم عليهم. والمشكلة إنه إصرارها على الروحة وتوترها هي وعم تحكي معي نقزني. كيف نقزك يعني؟ ما بعرف، بس حسيت إنه في شيء مش طبيعي. كل نهار شاردة فينا وكانت عم تحكي كلمات ما عم نقدر نسمعهم، كأنها عم تحكي مع حالة. ما بعرف كيف بدي أفسر لك. لك راح أقتلها بإيدي، بقبل كل شيء إلا الإشياء اللي بتمسني ولادي. لا لا، مستحيل. لا يا حبيبتي، أنت من يوم القصة اللي صارت معي صايرة حساسة زيادة. بليز لا بقى تكبري الموضوع. باب أنا ما عم كبر الموضوع، أنا صرت أعرفها لمام، وخصوصا لما الموضوع بيتعلق بهالتيف عميرة. باب جرب اقنعها ما تروح، ما بتخسر شيء، بعدين كلنا بنرتاح. كيفك؟ كيف؟ أنت هون هي ساعة جيت، ما انتبهت عليك. هلا ليك شو حلوة القعدة بالشمس. إن شاء الله تكوني هيك قاعدة مبسوطة بالشمسات وما عم تفكري بقصة ميرا. شو خطر لك هلا؟ سكرنا الموضوع خلاص. شرب قهوة؟ نايلة، إذا بتعملي شيء لهي البنت بتكوني حكمتي على عائلتنا بالضياع، لأنه مستحيل تعملي هيك شيء وتنفتي. الله يخليك، فكري فينا وبولادنا.